قال والقرآن حجة لك أو عليك، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن وفهمه صار حجة له عند الله تبارك وتعالى إذا استقام على طريقته، وإذا انحرف عنه صار حجة عليه، لأن الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم. وأما الحديث المشهور بين الناس كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه من باب أنه يكون حجة، هذا ليس بحديث ثابت عن النبي أبدا، ضعيف جدا، وهو إلى الموضوع أقرب منه إلى الضعيف. لكن القرآن فعلا يكون حجة على الإنسان أو حجة له عند الله تبارك وتعالى، ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، هذا حجة له. وقد يكون حجة عليه يقرأ القرآن يحفظ القرآن لكن لا يعمل به، فيكون حجة عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذا يكون حجة عليهم. نعم.